أخبار اليوم الثقافية في هذا التقرير. صالات السينما السعودية تستقبل يوم الخميس القادم عرض فيلم هجان، يتناول الفيلم قصة الطفل مطر اللي يعيش في الصحراء ويخوض تجربة سباق الهجن من أجل إنقاذ ناقته حفيرة في إطار مليء بالتشويق والإثارة. الفيلم تم عرضه في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي وكذلك مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وحظي بإشادات واسعة من النقاد، وهو من بطولة عبد المحسن النمر وإبراهيم الحساوي وإخراج أبو بكر شوقي. ومن السينما إلى الموسيقى والفن، مركز سرد الثقافي هو آخر المشاريع الثقافية اللي تم افتتاحها في مدينة الرياض. هذا المركز اللي يحظى بدعم من الصندوق الثقافي يقوم على فكرة ربط الفنانين السعوديين في مختلف مناطق المملكة ببعضهم البعض، وكذلك يدعم المواهب الموسيقية ويوفر لها مجالات تعلم مختلفة. ويستهدف المركز تدريب 2000 موسيقي سنوياً وأيضاً استضافة 5000 زائر شهرياً.